الأصوات في الجزائر، تركيا وأربيل كانت رائعة. الله عليه. ماذا ينتظر اللجنة في رام الله، بيروت والبحرين؟ لم تهجع ولم تدني غزال وما يصيدون حران حر والعاني هون بارباجد. فجري لما طل ملوان خلاص تخلوا كلهم نمشي بقى. بس كل واحد بده يكون عرب ايدل، انا ما فيش حدا. ايوه عرب ايدل الجمعه 9:00 بتوقيت السعوديه على NBC1.